لمناقشة الأوضاع المضطربة في الداخل الإيراني وأثرها على مباحثات فيينا المتعلقة بملفها النووي. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني انتهت محادثات فيينا دون إحراز أي تقدم، حالة الشد والجذب التي شهدتها الأيام الماضية، عاد المفاوضون إلى عواصمهم، لكن انطلق حسين أمير عبد اللهيان إلى بكين. ما الرسالة التي أرادها وزير خارجية إيران من وراء هذه الزيارة، زيارته إلى بكين؟ في البداية تحياتي لحضرتك الأستاذ محمد والسادة المشاهدين الأفاضل. في البداية أشير إلى رسالة هذه الزيارة، بمعنى ما تعني على الطاولة، تعني أن إيران قد يأست من التوصل إلى توافق معين مع الولايات المتحدة، وخاصة أن الإدارة الأمريكية الحالية عاجزة عن تجميع كروز السناتور الشهير الأمريكي الجمهوري من ولاية تكساس، بأن إذا وقعت إدارة بايدن على أي توافق مع إيران في حال عودة الجمهوريين خلال الانتخابات النصفية الشهر القادم شباط إلى الكونغرس، سيتم إلغاء أي توافق يوقع عليه بايدن مع إيران. والآن الولايات المتحدة أو إدارة بايدن أحرى تستنى نتائج الانتخابات النصفية القادمة الشهر القادم بعد شهر من الآن، حتى ترى ماذا يحصل، وبعدها توقع اتفاقية مع إيران. أما رسالة إيران، إيران ذهبت إلى بكين لتبعث رسالة إلى الولايات المتحدة وأيضا روسيا بأن لديها خيارات غير الاتفاق النووي، ما يسمى بالاتفاق النووي، لأن لم يبقى شيئا اسمه اتفاق نووي بعد. والآن سنشهد اتفاقات أخرى أو اتفاق آخر إن حصل طبعا. وزيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين تبعث بهذه الرسالة أو تبعث بهذه الرسالة بأن التوصل إلى اتفاق شامل غير وارد. لهذا السبب إيران تريد اتفاقات ثنائية مع الصين ومع ألمانيا من المحتمل، حليفة الصين الأقرب في العالم، ما يعني أن روسيا والولايات المتحدة ستتضرران من أي تقارب إيراني صيني وأي تقارب إيراني ألماني. أي بمعنى أن الشركات الألمانية والشركات الصينية ستنافس الشركات الروسية في إيران، ومن مع إيران مثلا العملية السياسية في العراق التي تعتبر امتداد لإيران، وكذلك لبنان، وهذا لن تسمح به روسيا وكذلك لن تسمح به الولايات المتحدة. ما يعني أن إيران ستكون ساحة اشتداد الصراع ما بين القوى العظمى، بدل أن تكون ساحة التوافق الشامل ما وقع عليه أوباما في عام 2015. أي أن إيران استثنيت من الصراعات ما بين القوى العظمى تحت غطاء الاتفاق النووي، هكذا يسوق لهذا الاتفاق. لكن الآن هذا الاتفاق يوجد، لأنه الاتفاق هو ليس وراء الاتفاق، يعني هناك توافق بين القوى العظمى واستثناء إيران من الصراعات، لكن إيران الآن تذهب إلى بكين وتضع نفسها في فوهة بركان هذا الصراع. طيب أستاذ محمد، هناك تصريحات متفائلة من قبل الغرب، لكن تقرير دولي أكد أن مجمع نطنز الإيراني قد يضم موقعا للأسلحة النووية إذا كانت إيران تنتهج سياسة ما يسمى بكسب الوقت. كيف تقيم تعامل الغرب معها؟ إيران لا تريد كسب الوقت، إيران تريد إلغاء العقوبات قولا واحدا، وهذا معلن صراحة. إيران تقول ألغوا العقوبات عليها، الولايات المتحدة تلغي العقوبات، إدارة بايدن إلغاء مراسيم الرئاسية اللي وقع عليها ترامب. يعني هناك مراسيم رئاسية ولا تعتبر قانونا في الولايات المتحدة، بايدن لم يلغيها، وأنا أقولها بفم مليء، لم يتجرأ على إلغائها لأن الجيش الأمريكي والمجمع الاستخباراتي والكونغرس لا يريد إلغاء العقوبات على إيران. فالموضوع له علاقة بإلغاء العقوبات أولا. ثانيا، فيما يتعلق بالتوافق، إيران تريد ضمانات لن تحصل عليها، لأن الإدارة الأمريكية عاجزة عن إدارة الولايات المتحدة. الآن أزمة غارقة فيها الولايات المتحدة بسبب سوء إدارة البلاد من قبل إدارة بايدن، وإدارة بايدن غير مؤهلة لتوحيد الصفوف داخل الولايات المتحدة حتى تذهب على هكذا طاولة وتتفق مع الصين، مع روسيا، مع ألمانيا، أما عن الغرب.
الغرب غير متفق، بريطانيا لديها وجهة نظر، فرنسا لديها وجهة نظر أخرى تقول يجب إدراج الصواريخ الإيرانية على الملف النووي، ألمانيا تريد التوافق مع إيران، الغرب غير موحد، الغرب لم يصدر. إذا نسمع أصداء بأنهم يريدون توافقا مع إيران لا يعني أنهم متفقون مع بعضهم البعض. لهذا السبب إيران ذهبت إلى بكين، لأنه لا يمكنها بعد التعويل على الغرب، إيران كانت امتداد لسياسة الغرب في المنطقة. الآن الغرب منقسم، لا يوجد وحدة حتى في الاتحاد الأوروبي، يعني بين فرنسا وبين ألمانيا وكلاهما في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا الآن خارج الاتحاد الأوروبي لديها وجهة نظر مختلفة، وروسيا الآن تتضرر من التوافق مع الصين أو اتفاقية تعاون استراتيجي بين إيران والصين لفترة 25 عاما. هذا يعني أن الشركات الصينية ستحل محل الشركات الروسية في إيران، وروسيا لن تقبل بذلك. ونقطة أخرى، الصين أكبر مستورد الطاقة من روسيا، وإن أصبحت إيران ضمن الأغمار الصينية، إيران لديها كم هائل من الطاقة من الغاز والنفط في الأحواز، ستحصل عليه بأسعار ثلث أسعار السوق، ثلث أرخص، يعني ما يقارب 35% أرخص من سعر السوق، هاي وفق الاتفاقية. الاتفاقية بين إيران والصين تنص على بيع إيران الطاقة للصين أرخص بنسبة 35%، أي أرخص من الغاز الروسي والنفط الروسي. وهذا سيضرب قطاع الطاقة في روسيا، وروسيا لن تقبل بذلك أيضا. طيب أستاذ محمد، إذا ما تحدثنا عن الداخل الإيراني، إذا كانت طهران تلعب على وتر كسب الوقت لتمرر برنامجها النووي، هل واقع الداخل الإيراني الملتهب سيمهل نظام طهران كل هذا الوقت؟ يعني أولا، إيران قد حصلت على ما لا يقل عن 3 رؤوس نووية وفق الموساد، وهذا منشور وثائق وليس ادعاءات فقط. فإيران تمتلك الرؤوس النووية ولا تحتاج المماطلة، يعني الآن إيران ما تحتاجه ضمانات وليست مماطلة من أجل كسب القنبلة الذرية. إيران تمتلك القنبلة الذرية، والأجهزة المخابراتية الغربية متفقة على ذلك، حتى الجهاز الألماني، المخابرات الألمانية التي تعتبر ألمانيا أحد داعمي إيران الكبار، نظام الملالي، متفقة على إيران تمتلك القنبلة الذرية. فهذا موضوع مفروغ منه. إيران بالنسبة لوضعها الداخلي، لماذا تضغط على إلغاء العقوبات؟ لأنه الأمل الوحيد لفرار إيران من الضغوط الداخلية، الضغوط الشعبية، هو الحصول على بعض الإعفاءات الاقتصادية من العقوبات، حتى يتم التخفيف الضغط على كاهل المواطن. أستاذ محمد، يبدو أستاذ محمد إن كنت تسمعني، يعني بحسب جامعة جورج تاون، فإن اتساع الفقر والتظاهرات بإيران توازيا مع زيادة عنف السلطات قالت بأنه ينذر بكارثة بحسب جامعة جورج تاون. تعتقد أن سقوط النظام سيكون من الداخل بعد تزايد الغضب الشعبي؟ باختصار لو سمحتم. نعم، الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية لن تسقط النظام. إيران مرت خلال نظام الملالي بأكثر من 5 انتفاضات كبرى في إيران ولم يسقط. سقوط النظام وهو واضح سيكون من خلال انتفاضة شعوب غير الفارسية، العرب، البلوش، الأكراد والآذريين، الذين يشكلون أكثر من 60 أو 65% من سكان إيران. هذا الملف هو الذي يجي، وليس احتجاجات بسبب الفقر. حصلت احتجاجات وإيران سيطرت بخطة حقيقية، لكن موضوع عبر سكاب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.